اسمحوا لي اخذ معاكم الايه. واضح ان ربنا بيتكلم معانا في اللقاء ده عن الحب، عنه وعن الحب، هو مين والحب ايه. وافتكر دول اهم كلمتين لو طلعت بيهم من اللقاء ده، حياتك لن تعود كما كانت. انت بتصارع مع ضعفات كتيره، انت مكسور، انت مش عارف تعيش. الحل انك تعرف هو مين وسر الحب ايه. في صلاة المسيح في إنجيل يوحنا صح 17، هو بيقول لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم عبر كل العصور. من أول يوم 50 لغاية النهاردة الصلاة ديت لكل الذين سمعوا إنجيل المسيح وآمنوا بالمسيح. آخر كلمة بيقولها في الصلاة ديت البهريز بيقول إيه؟ وعرفتهم اسمك. أنا عرفتهم أنت مين. ثم قال له أرنا الآب وكفانا، قال له من رآني فقد رأى الآب. أنا عرفتهم اسمك، أنا عرفتهم أنت مين، في جمالك وجلالك، في روعة محبتك وحكمتك وأمانتك، في قدرتك واقتدار ملكك. أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم. يعني مش عملت حاجة خلاص بقى خلاص، لا أنا هكمل أعمل كده. الذي سمعناه ورأيناه وشاهدناه، هيستمر ربنا يكلمني ويفتح عيني عشان أشوف، عشان أعرف هو مين. دي رحلة هتاخد العمر كله، رحلة معرفة الله. عرفتهم اسمك وسأعرفهم. عايز إيه؟ ده اللي انت هتعمله. انت عايز تشوف ايه فينا، ايه اللي لو شفته فينا يقول خلاص كده مش عايز ولا حاجه تانية. ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. خلي بالكم من العباره الجميله ديت. بيقول انا في حاجه عملتها وهفضل اعملها، ده التزام عليا. انا التزامي زي ما كنا بنقول امبارح، هو عايز يعلن نفسه لينا، هو عمل المستحيل عشان يعرفنا من هو الله. مين الاب ده؟ مين الاله ده؟ مين اللي عمل لك ده؟ مين الشخص اللي عينينا البشريه مش شايفاه لكنه موجود اكتر من اي واحد فينا، حقيقي اكتر من اي واحد فينا؟ عرفتهم اسمك، وبيقول وحفضل أعمل كده لغاية اليوم الأخير. عشان كده هو متاح النهاردة يقول لك هو مين. عرفتهم وسأعرف، هو متاح النهاردة. لو قلت له وريني أنت مين، هيعمل كده. عرفتهم وسأعرفهم. عايز تشوف إيه في الآخر يا رب؟ عايز أشوف فيهم الحب اللي أنت حبيتني بيه. مش أي نوع من الحب، مش الحب اللي بيتكلم عنه العالم اللي مبني على الشهوة أكتر ما هو مبني على الحب النقي الصافي الحقيقي. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. الحب ده اللي يقدس الحياة، اللي يطهر الحياة. الحب ده اللي يغسل العينين، اللي ينقي القلب. الحب ده اللي يشبع الإنسان غنى ورضا. الحب ده اللي يجعل فرحهم زي ما كنا بنقول امبارح كامل. إن أول ما بندق الموسيقى دي بتاعت أفراح كله بيرقص، حتى الكبار كله بيرقص. أقدر مع ربنا أرقص وأغني. داود رقص وغنى بكل قوته أمام ربنا، فرح لا ينطق به ومجيد. أنا عايز الحب ده يبقى فيهم، وعايز أنا أبقى فيهم، لأن الاثنين دول ما ينفصلوش عن بعض. مش ممكن الحب ده يبقى فيا والمسيح مش فيا، ومش ممكن المسيح يبقى فيا بكماله وجماله وما يبقاش الحب ده فيا. It's all about God, it's all about love. احنا كل الايمان اللي بنتكلم ده بيدور حوالين الله وعن محبه الله، والحاجتين دول ما ينفصلوش عن بعض، لان سر الشخصيه دي هي الحب، وسر العلاقه دي زي ما كنا بنقول امبارح هي الحب. والاخت نوره كلمتنا النهارده عن العروس، والعروس في علاقتها مع الحبيب هي علاقه حب، لا علاقه خوف ولا علاقه خدمه واداء واجب والتزامات. لا 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 لا
مش ده اللي انا عايزه. انا عايز الحب، عايز الشركه اللي تشبع، اللي تغني، اللي تجعل الاثنين واحد، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. ناس كتير مننا عبر الرحله بتاعتنا الثلاث ايام الطوال دول اللي بنقعد فيها ساعات ملاش اول من اخر في هذا المكان، حشرجه الانين وسط زفرات الالم. في اي مشكله؟ ما طفتش ليه الموبايل؟ مش واخد بالي ان انا شايفه، بس ما في ناس كتير ممكن تبقى حاسه انا مش قادر يا قسيس، انا مش قادر، انا مش قادر، انا عايز، انا عايز العلاقه دي، انا عايز اقول بيحبني، واللي اصعب منها اقول وانا بحبك، انا عايز بس مش قادر. في قيود، في كسرة جوايا. تخيلوا العشر تلاف الموجودين هنا، ولا يمكن النهاردة نبقى 11,000 ولا 12,000 الموجودين هنا، تخيلوا الملايين، الملايين مش مبالغة، الملايين اللي معانا على شاشات التلفزيون النهاردة، تخيلوا الناس دي كلها مليانة بمحبة الله ليكون فيهم الحب الذي أحببتك. تخيلوا كده، تخيلوا الكنيسة الحقيقية ترجع مليانة بمحبة الله، ممتلئة بهذا الحب اللي بيطهر العينين، اللي بيطهر القلب، اللي بيشبع الحياة، اللي بيعيد العلاقات الإنسانية مرة تانية لمكانها الصحيح. فيرجع الزوج، يرجع الزوج يحب مراته. معجزة، معجزة، معجزة. وترجع الست تحب جوزها، ويرجعوا الولاد مع الأبناء والأباء مع البنات، ترجع الحياة جميلة تاني، يرجع لحن الحب، لحن جميل بيتغنى في كنيسة المسيح، في عروس المسيح. بس ناس كتير زي ما قلت أنا مش قادر، أنا نفسي، أنا عايز، أنا جيت هنا عشان كده. طبعا في ناس جت عشان تتفسح، لكن المهم اللي موجودين هنا وسط الزحمة ديت، أنا جيت عشان كده. أنا لابت في الدورة هو زي ما قلت ياس، أنا لابت في الدورة وقاعد في الطرقة اهي محشور حتى بين الناس، وبعيد عن المروح، مش عارف بقى اللي بعيد عن المروح ده أخبرهم هيسيحوا في الآخر يعني، وانتوا اهو عشان كده عايزها في حضنك ماشي. أنا عايز، أنا عايز أحقق شهوة قلب المسيح في حياتي بس مش قادر. أقول لك النهاردة تعملها إزاي، أقول لك النهاردة تعمليها إزاي. هقرأ لك كلام كتبه القديس مكاريوس الكبير من الكتاب اللي أنا أعلنت عنه ده، وبعدين رحتوا تلاقوه تشتروه ما لقيتوهوش، أكيد أنا قلت مش موجود صح، بس انتوا ما خدتوش بال، بس راحوا برضه دوروا عليه. المهم يعني دور على الكتاب ده ولاقيه، 50 عظة كلهم هتغير حياتك. وده واحد من ابائنا، اباء كنيسة المصرية، اباء الكنيسة المسيحية في العالم كله. هقرأ لك بعض ما كتب، وهو بيقول عن السر ده ازاي لو انت عايز تعرف تعيشها، لو انت عايزة ازاي تقدري تعيشي هذه الحقيقة. بيقول ايه؟ اما النفس التي وجدت الرب الذي هو الكنز الحقيقي، فانها بواسطة، بص العبارة دي، طلب الروح. تاني، اما النفس التي وجدت الرب الذي هو الكنز الحقيقي، سلمت حياتك للمسيح، قبلت المسيح، يبقى وجدت الكنز، فانها بواسطة طلب الروح وبالإيمان والثقة وبصبر كثير تثمر ثمر الروح بسهولة وراحة. يعني ان الثمر يطلع مني حب وفرح وسلام، ثمر الروح التسعة اللي بيتكلم عنهم الكتاب، ثمر الروح ده يبقى سهل قوي 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 لو انا عملت ايه؟ لو طلبت الروح القدس، لو امتلأت من روح الله. انا وجدت المسيح وعايش معاه وعرفت وغفرت خطاياي، اعملها ايه؟ باصرار وبصبر وبايمان اطلب الروح القدس، فحلاقي نفسي اثمر بسهوله
شديدة، مش بمعاناة، مش بمعاناة. أرى لك عبارات تانية أيضا كتبها. وبنفس الطريقة فإن أولئك الذين يكونون أغنياء بالروح القدس، الذين عندهم الغنى السماوي حقا وشركة الروح في داخل نفوسهم، فإنهم حينما يكلمون أحدا، تكلم أي أحد بكلمة الحق، أو حينما يتحدثون بالأحاديث الروحية ويريدون أن يعزوا النفوس، فإنهم يتكلمون ويخرجون من غناهم ومن كنزهم الخاص الذي يمتلكونه في داخل نفوسهم. مش بس أنت هتتعزى، الكلام اللي هيطلع منك للناس اللي حواليك هيغير حياة الناس اللي حواليك. قراءة تانية من نفس هذه العظة، ودي عظة عن الروح القدس، بيقول ايه؟ فلنتوسل اذن الى الله. بسيطة قوي. عايز تعيش؟ عايز تمتلئ من محبة الله؟ عايز تثمر ثمر الروح؟ فلنتوسل اذن الى الله بإيمان وبالمحبة وبرجاء كثير، لكي يمنحنا النعمة السماوية اللي هي ايه؟ نعمة الروح، لكي يحكمنا ويضبطنا ذلك الروح نفسه أيضا، ويقودنا إلى كل إرادة الله، وينعشنا ويحيينا بكل أنواع إنعاشه وإحيائه، لكي بواسطة عمل الروح هذا وفاعلية النعمة والنعمة الروحية نتقدم لنحسب أهلا لإدراك كمال ملء المسيح، كما يقول الرسول لتمتلئوا بكل ملء المسيح. كلام واضح جدا وبسيط جدا، كتبوا آبائنا في القرن الرابع الميلادي، حتى قبل قانون إيمان نيقية، كتبوا هذا الكلام، عاشوه وقالوه. عايز تثمر، عايز تمتلئ إلى كل ملء الله، عايز تمتلئ بمحبة الله، عايز تعيش الحياة دي، عايز عينك ما تكونش مكسورة، عايز جسمك ما يكونش منحني، عايز رجليك ما تكونش مربوطة، سهلة قوي. لنطلب، نطلب إيه؟ نطلب الروح القدس، نطلب سكيب الروح القدس، نطلب الروح المعزي أن يملك علينا، أن يفيض فينا، أن ينسكب في قلوبنا. في رمية أصحاح 5 بولس بيقولها بطريقة جميلة جدا، وبيقول محبة الله ليكون فيهم الحب الذي أحببتني، بيقول محبة الله انسكبت في قلوبنا. إزاي؟ بالروح القدس المعطى لنا. عايز تختبر محبة ربنا ليك وتقول بيحبني، عايز تحبه وتقول وبحبك بحبك بحبك، عايز المحبة دي تنسكب في قلبك، الروح القدس، الروح القدس، روح القوة، روح المحبة، روح النصح. خلي بالكوا من الفكرة البسيطة دي، ايه اللي العالم بيقدمه؟ ايه الفساد اللي في العالم؟ ليه العالم فاسد؟ الفساد اللي في العالم بطرس بيقول بالشهوة، مبدأ العالم الشهوة، شهوة الأكل، شهوة العيون، شهوة اللبس، شهوة المال، شهوة الجنس والنجاسة والقذارة وكل ما هو في هذا المجال، الشهوة. العالم البضاعة بتاعته هي الشهوة، ملكوت السماوات البضاعة بتاعته هي الحب. هو الحب عكس الشهوة؟ بالضبط كده. لو تحب بنت بصحيح ها؟ لا يمكن تشتهيها، انت بتشتهي البنت اللي ما بتحبهاش. لو اشتهيت بنت صدق في قلبك انك لا يمكن تكون بتحبها، وتبقى ضلالي لو قلت لي انك انت بتحبها. الحب عكس، الحب يقدس الحياة، الحب يطهر العينين. محبة الله نار تقدس، محبة المحبة اللي هي تخليني ادي ما خدش، تخليني احفظ ما انتزعش، تخليني ابني ما اهدمش، تخليني احمي ما اعتديش. والمحبه دي متاحه في الروح القدس، محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، ليكون فيهم الحب. اجيبه منين يا رب ده؟ اجيبه منين؟ سهله قوي، سهله قوي. اطلب الروح القدس اللي حيوريك جمال الله فتحبه، واللي حيسكن محبة الله في قلبك فهتغسلك المحبة دي، تغسلك
هتشبعك. وزي ما كنت بتقول الأخت نورة، مش هروح للخطية لأني شبعان. الخطية هي أني أعمل الحاجة لأني مش شبعان بربنا. بس اللي تعمله لأنك شبعان بربنا هيبقى دايما مش خطأ أبدا. لا يمكن يبقى خطية وانت شبعان بربنا، لأنك وانت شبعان بربنا كل اللي هتعمله عطاء، عطاء وتشجيع نور وتضحية وبذل وبناء، هيبقى دايما إيجابي، عمره ما هيبقى أبدا سلبي. الاسفنجة اللي مليانة مية إذا عصرتها إذا ضغطت عليها هتخر إيه؟ مية. مش هتطلع ولا حاجة تانية، مش هتطلع سبرتو، مش هتطلع جاز، هتطلع اللي موجود جواها. لو أنا مليان بمحبة ربنا وضغطت عليا اللي هيطلع مني حاجة واحدة بس، محبة الله. محبة الله، المحبة انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. والمسيح شو قلبه إن يشوف جواكي حاجة واحدة، يشوف جواك حاجة واحدة، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا بشحمي وبلحمي فيهم، فيهم أكون أنا فيهم. أعملها إزاي ديت؟ زي ما قال القديس مقاريوس، زي ما قال، كلمات بسيطة جدا بتقول لنا الحل دوت، بتقول لنا الاكتشاف الإلهي دوت، انك اطلبه، اطلبه بإصرار وبيقين شديد، اطلبه هتقدر تاخده، هتاخد الغنى الإلهي دوت لو انت فعلا طلبته من قلبك. انا وعدتكم مش هطول. بيقول الكتاب في انجيل لوقا: إن كنتم أنشطوا أشرار تعرفون أن تعطى أولادكم عطايا جيدة. حتى عرفت الآية؟ كم بالحرية الآب الذي من السماء يعمل إيه؟ يعطي الروح القدس للذين يسألونه. ينهر أبيض، ينهر أبيض، هو الروح القدس عطية كده اللي يسألها ياخدها؟ زي غفران خطاياك، من تاب وطلب الغفران ينال غفران خطاياه وتمحى كغيم من ذنوبه وكسحابه خطاياه. يعني نهار ابيض، انا باخد الغفران بمجرد ارجع لربنا واطلب يعطيني. نفس الفكره بقى، انا عايز قوه اعيش بيها، انا عايز المسيح يتجسد فيا، انا عايز محبه الله تنسكب في قلبي تقدسني. دي المحبه ربنا استمتع بيه، المحبه اللي احب اخواتي وابنيهم في المسيح. محبة الله انسكبت بالروح، يعطي الروح القدس للذين يسألونه. فإشعياء بيقول: أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. أسكب روحي، أسكب روح، يعني بتكلم في المية دي، بتكلم عن الروح القدس، بتكلم عن سكيب الروح القدس. عطشانة؟ من يشرب من هذا الماء يعطش. من يشرب من الماء الحي فلن يعطش إلى الأبد. كل المطلوب من حضراتكم النهاردة في الوقت اللي جاي ده، أطلب، أطلب من أبوك، قال له أنا عايز أعيش، أنا عايز أعيش، أنا عايز أستمتع بيك، أنا عايز موهبة الروح القدس، أنا عايز عطية الروح القدس. أنت وعدت تسكب ماء أنا عطشان، وأنا حلقي ناشف وعطشان للآخر وتعبان قوي، بس أنا عايز أعيش، وعايز قلبي يرتوي ونفسي ترتوي بمحبتك الإلهية، وأعرف أحبك، وأعرف أحب الحياة، وأعرف أحب الناس حتى الذين يبغضونني. يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. هنرنم مع بعض ترنيمة اللي جاية ديت، لدقيقة واحدة. انتوا نفسكم تقفوا طبعا صح؟ حارة حتة وبعدين اوقفكم. احنا ممكن نوقفكم بقى، قصدي ممكن نوقف، ممكن فريق الترنيم يجي مبدئيا عشان بس الوقت بتاعنا.
هقرا آية هنرنمها مع بعض، هنصليها مع بعض، هنعملها مع بعض، وهنختبرها كمان مع بعض. مش هنعملها تمثيلية، مش مجرد هنرنم ترنيمة، لا 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 لا، ده الكتاب بيتكلم عن حاجة حقيقية هنا. في حزقيال 37 ربنا خد ابن آدم حزقيال على بقعة مليانة عظاما يابس. حياتك لو كانت عظام يابسة، لو حياتك بقت ريحتها عظام يابسة ونشفت للدرجة دي، قال له السؤال ده، أتحيا هذه العظام؟ في ناس كتير قالت له روح أنا مفيش فايدة مني، أنا حاولت كتير أنا مفيش فايدة مني، أنا جاي النهاردة آخر مرة ويا يعمل معايا حاجة يا مفيش فايدة مني، أنا ياما طلبت وما خدتش، أنا ياما حاولت وابتديت وما كملتش، أتحيا هذه العظام؟ قال له أنت تعلم. قال له هقول لك تعمل إيه. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم، تنبأ للروح وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع، من الشمال ومن الجنوب، من الشرق ومن الغرب، وهب على هؤلاء الناس، تعال من كل ناحية، تعال حاصر هذه العظام اليابسة. فتنبأت كما أمرني. يعني إيه تنبأت؟ يعني قلت، قلت باسم رب الجنود، باسم يسوع، يا روح الله تعال على هذه العظام. بس فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم، جيش عظيم جدا. وقفوا معي، هل تحيا هذه العظام؟ هل تحيا هذه العظام؟ تنبأ على حياتك النهاردة، تنبأ وقل له يا روح الله تعالى إلى اليبوسة، تعالى إلى الجفاف، تعالى إلى الضعف، تعالى إلى الهزيمة، أنا عايز أعيش، أنا عايز أقول بيحبني وعايز أقول بحبك بس مش عارف أقولها، بتفرج على الناس هما بيقولوها وأنا مش عارف أقولها، ويمكن قلتها في الزيطة في الزحمة، بس في قلبي، قلبي لازال عطشان ونفسي لازالت سقيمة، ولازال في قلبي يا رب لحن حزين، أتحيا هذه العظام؟ هلم يا روح الله، هلم يا روح الله، تنبأ، تنبأ على حياتك، تنبأ على الناس اللي حواليك، وقول له يا رب أنت تعطي الروح القدس الذين يسألونه، والكنيسة جاية تطلب النهاردة، تعال يا روح الله، تعال املأ الكنيسة مرة تانية، تعال أسكب روحك على الكنيسة مرة تانية، فتمتلئ الكنيسة من محبة الآب، فتحب الكنيسة كما أحبها الآب.